محمد الديران مواليد 59 عمري يعني 54 عندي تاكسي انصاف صليبة العمر 50 ربة منزل نازارين ديرانة عمري 20 بعمل تمريض بكلية الصحة سارة ديرانة كمان عمري 20 عم أدرس أدب إنجليش عربي ديرانة مواليد 49 65 بدأت اشتغلت بالسعودية 13 سنة بلبنان 15 سنة سويت أتوبيس هلا عاطل عن العمل نزيه صليبة عمري 56 سنة ربة بيت نحن عايشين بمنطقة تحت هيمنة حزب الله هلا اللي مثلنا بعده عم يحافظ على حد أدنى من الوطنية صار عم يدفع ثمنها يعني إذا أنا بدي روح وظف بنتي مش حيطلع لي حد أدنى بنتي مش ليرتي عارات يعني مثلا هادي لا حيفضلوا حدا تاني انه هو ملتزم هادي جزء من الهيمنة الموجودة بالمنطقة على مستوى منطقتنا ونحن عاد هيك بتلاقي الأفكار عنا صارت توجهات انه فل في شباب بعرفهم أنا هلأ عم بفتشوا على الشغل الدوار ما بيلاقوا لا يعني لاني مع أمل ولا مع حزب الله أنا شيعية وإذا بدي روح وظف ابني بدي روح ملق لها ولا طبعا مش معه ما بيطلع لك مطرح دولي بدك يا واسطة لأنه بدك تدفعي فقك ويلي تحتك ساعتها بيزبط انه تروحي غير هيك يعني مثلا وظيفة بالجيش اليوم إذا بده يعمل رتبة معينة مثلا رتيبة أو شيء بده يحط 20,000 دولار صارت عملية انه انا لأقدر فوت على الجيش بدي يكون ملحق فيهم لأقدر اخذ وظيفة بدي يكون ملحق فيهم ولادنا مسافرين متكلين عليهم بمساعدتنا لأنه الأمل هون مش موجود بلا مساعدة من برا مستحيل نقدر نكمل نفي لما الدولة هي عم تتخلى عنه مثلا خيي ما عادش عنده ضمان هو عنده مشاكل صحية بس ما عادش عنده ضمان فوق ال 64 بعيش ضمان أنا أصلاً بعيش ضمان يعني بس بيكون بحاجة لضمان ضمان بعيش ضمان بيكون نصب صلاحيته كثير أشياء ناقصة عنه بتعرف عليكم في مثلا ملعب باسكت هذا مدرسة تقول لك مدرسة عندنا بالضيعة ما في مدرسة كان في مدرسة عم سكروها لا يسكروها لأنه هيدا وهداك عم يتقاتلوا مع بعضهم زعما ما نسرح اليوم ما نسب لمن على التلفزيون شوفوا لنا من عم يوتروكي على فكرة في ناس بياخذوا دواء أعصاب من التصريح مثل الانتخابات بتروحي لتنتخب بالانتخابات يعني فلان أنا بيعجبني والله قدر السياسي يعجبني ويمكن يعمل انماء للمنطقة بس بتروحي على أرض الواقع بتلاقيهم كلهم مفكرين بيقول لك إيه ما أنا لشو عم تنتخبوا ما هي معروفة مين بده يطلع بقول له أنا بدي أحط ورقة بايد أنا 56 سنة مش منتخبة حدا بريئة منه لا أنا بطلع بنت أبدا ولا بنتك بس أحيانا نصعت البالون بحط ورقة بايد خلص أنا ما لحتى أقول مش أنا اللي طلعته لفلين لا بايدة ولا سودة حاط أهم شيء نشيل الطقم كله هلا الموجود عملونا كل سنة بيجي طقم أضرب للتين شو عم ما بيمثلونا لا ما حدا بيمثل حدا مثلوا حالهم بس أنا يعني بشيل فكر في إنه لبنان يكون دائرة واحدة إذا مسيحي عجبني بشمال انتخبوا سني بجنوب موجود يعجبني تفكيره انتخبوا الانتخابات مرت الماضي في دكتور بالمنطقة إنسانة ومناح وصيته حاله وقلنا بدنا نطلع هذا الدكتور بس طبعا عملوا سياسة ضده عم تحكي عن الدكتور نبهي ما عم تعرفي عملوا سياسة ضده انه هذا بيعطينه اليهود لها
وجوه جديده تقدر تشتغل بالمجال. يعني هو بحد الادنى بده يكون عنده استقلاليه. اهم شغله يكون حر، ما يكونش عنده انتماءات لحدا ويكون عنده انتماءات للبنان. في ناس كبار بيحكوا بالعلمانيه وبيحكوا بالانفتاح، اللي اصغر منا رجعوا لورا، بس اللي عم بيعملوا لهم غسيل دماغ هن كتار. نحن طالعين من قضيه التطرف المذهبي، ننظر للبنان نظره يعني ما زلنا نؤمن فيها ولو انه بنشوفها صعبه التحقيق. يعني لبنان مدني ديمقراطي يعني علماني، شو بفرق أنا عن المسيحي اللي ساكن بجوني؟ شو بفرق عن السني اللي قاعد بيساعدني؟ ما بشوفه بين نفس الثقافة نفس التقاليد، شو الفرق بيناتنا؟ يعني بتصارع الطوائف وبتقاتل ببعضها، بس بتوصل لنتيجة انه نحن بدنا نعيش مع بعضنا بهالبلد، وما في إلنا فك لا سني لا شيعي لا مسيحي لا درزي، كلنا بدنا نعيش مع بعضنا. وهنير اللي بيضل هذيك المرحلة.